واصلت المراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مبادرة 100 يوم صحة، وذلك تحت شعار انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر، وذلك بالمجان خلال 100 يوم للاطمئنان على الصحة العامة للمواطنين. المبادرة يشارك فيها مجموعة من أمهر الفرق الطبية والمدربة على أعلى مستوى بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ويشمل عددها أكثر من 400 طبيب وصيدلي وممرض ومدخلي بيانات، وذلك لتقديم خدمات طبية بالمجان. الوحدة بتقدم خدمات كتيرة، منها على رأسها مبادرة 100 يوم صحة. المبادرة دي تحتها مبادرات تانية كتير زي الاعتلال الكلوي وصحة المرأة والأمراض المزمنة وصحة الأم والجنين ومبادرة فحص الزواج وضعف السمعيات للأطفال حديثي الولادة وفحص أطفال المدارس. المبادرات دي بيتم فيها توعية المنتفعين وتقديم الخدمة ليهم، وإذا حد طلع في المبادرة عنده أي مشكلة بنشوف المكان اللي هيتم ليه الإحالة، أو إذا كان محتاج علاج معين أو إعادة التحاليل تانية لغاية ما نشوف نطمن عليه تاني. جيت هنا بصراحة، سمحت في المبادرة الوحدة الصحية بالقرنك، وجيت بصراحة دخلت يعني عايز أعمل فحوصات واطمن على نفسي، وبصراحة هنا عملوا لي اللازم، قصوا لي تحليل سكر وضغط وكل حاجة وتمام عشان خاطر أطمن على نفسي يعني.